تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع كافة الحملات الانتخابية بحيادة تامة. كما تؤكد الشركة أنها تقوم بتغطية العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، وذلك من خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية بغرض توصيل الصورة للمشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعليا من كافة ربوع مصر. وقد رصدت غرفة المتابعة لأخبار مغلوطة عن منع بث أو منع أخبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة. وبناء عليه تنفي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل تلك الأخبار المغلوطة لتؤكد على ما انتهجته الشركة في كل محفل هام تمر به البلاد، وهو الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي وكافة مواد الدستور والقوانين المختلفة والتي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتؤكد الشركة أنها ستلاحق أي جهة أو موقع أو وسيلة تنشر أخبارا غير حقيقية، وذلك بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام من خلال الوسائل الرسمية لذلك.